أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم رح نعمل مع بعض أكلة ولا أروع. إذا قلنا عنها معجنات فهي فيها عجين معجنات، إن قلنا عليها مناقيش برضو هي مناقيش معجنات، إن قلنا عليها بالأحلام طبعا لأنها زي السحاب. أكلة ولا أروع ومطبق الجبنة النابلسية، طيب جدا جدا، طبقات خيال، جبنة غير شكل. خلينا نشوف كيف نعملها مع بعض. بس قبل بتمنى عليكم تدعموا قناتي دائما عشان نكبر فيكم ومعكم، قناتي تنتشر للكل والكل يستفيد زي ما انتم بتستفيدوا. خلينا نشوف كيف نعملها مع بعض، يلا بينا. اكلتنا اليوم طيبه جدا، زي ما قلت لكم انا ازكى نوع عجين معجنات بحبه. عجينتها خياليه، عجينتها قطنية، كلها دسامة، كلها سمنة، جبنة بتشهي، بالآخر المنتج النهائي بيطلع ولا بالأحلام، تبهروا فيه كل الناس اللي بتعملوها إياها. جد طول غدا عشاء إشي خيالي. الجبنة مطبق جبنة ولا أزكى من هيك. خلينا نشوف كيف نعمله مع بعض، وسهل جدا. أول شيء يا حبايب بدنا نعمل إيش؟ العجينة. العجينة قوامها الحليب، فإحنا بدنا يكون عندنا الحليب دافي، بنحط عليه الخميرة والسكر وبنخلطه شوي بالعجانة قبل ما يندمجوا مع بعض. ما بدكن عجانة طبعا تزبط بالإيد، بس بدكن عضلات. بنضيف عليها الملح والطحين وبنتركها تنعجن أول شيء شوي شوي على الهادي قبل ما نخلطه طحينات مع السوائل عشان ما يطرش عنا الطحين. وبعدين بنحمي الخلاط، ونشوف كيف عنا صارت العجينة. العجينة شايفكم اياها شوي ناشفة، بنضيف شوية حليب شوي شوي عبال ما العجينة نشوفها صارت زي ما احنا بدنا اياها بتشهي. دائما الحليب او السوائل بنضيفهم تدريجيا، لانه احتمال يكون الطحين بيختلف من طحين لطحين، في شيء بيشرب سوائل في شيء ما بيشرب. بعد ما العجينة انعجنت عندي لمدة 10 دقائق ربع ساعة، شوفوا كيف صارت، لا بتدبق ولا شيء، يعني شيء خيالي بالأحلام، قطنية عجينة بتشهي بتشهي بتشهي. شوفوا ما أحلاها كيف بتدبقش على الإيد، ولا هي جامدة كتير ولا هي مرقة. بنحطها بجاط، بنحط عوجها شوية زيت زيتون وبنتركها شي ساعة عشان شو تخمر. بس خمرت العجينة هلأ عنا بنعملها. الأكلة سهلة جدا، وعلى فكرة هاي العجينة بتقدر تعملوها قبل بيوم وقبل بيومين وتحطوها بالتلاجة، كل ما اتقت العجينة كل ما زاد عزها. هلأ بعد ما خلصت عنا العجينة في عنا الجبنة. أنا دائما بحب الجبنة أحطها تكون خضرة، يعني مش مسلوقة، أجيبها طازة وأنقعها. هلأ إذا ما عندكم أنتو طولوا من هالجبنة الجاهزة المسلوقة وانقعوها، نقعوها ما تصيرش حلوة على الآخر، ضل فيها شوية طه ملوحة. ما ناكل، ماش نعمل ناكل قطايف، ماش ناكل اشي حلو، انه يكون فيها شوية ملوحة انه تعطينا للطبق شوية ملح. بس اهم شيء نصفيها كتير منيح، يعني نخليها بالنصفة ونحط عليها وزن، وكمان نعصرها عشان اي نقطة مي تنزل في العجينة ما بتعطينا الافكت اللي احنا بدنا اياه، ما بتعطينا الطبقات. عشان هيك لازم نعصر الجبنة كتير منيح، وإذا بدنا كمان نحط عليها تقل، وبنقدر نحط كمان تحتيها شريطة فوقها شريطة ونحط تقل، ما بدنا يضل فيها ولا أي نوع سائل اللي هو المي. بعد ما نعصرها شوفوا حتى بعد ما صفيتها كتير وكمان بعد التعصير نزل منها مي. عندي سمنة بتشهي، بدي أضيف شوية سمنة زي ما أنتوا شايفين، شي ربع كوب لثلث كوب، وبكون حاطط بقدونس مفروم وبخلطها كتير منيح مع بعض. ما تخافوا السمنة رح تجمد بالأول لأنه إيش الجبنة باردة وهذا الشيء، ما تخافوا، المهم نخلطها وما نخلي شقف الجبنة كتير كبيرة لأنه عنا بتمزع العجينة. فإحنا بدنا نحركها زي ما أنتوا شايفين وبإيدينا نكسرها، مش نحطها بالخلاط ونفرمها، لا، هي الجبنة لحالها بتكون سهلة تنفرم وسهلة تنخلط. هيك عندي الحشوة جاهزة. هلا يا حبايب بدنا نعمل التكنيك اللي بنشوفه مع بعض. زيت نباتي بالمكان اللي رح نشتغل عليه، ودائما نستخدمه اشي يكون محدد الزوايا، مش نعبي الزيت المجلى والدنيا او اللي نشتغل عليه او الخامة، لا، نحط اشي نشتغل عليه.
حطينا زيت نباتي زي ما انتم شايفين، وهلا بدنا نكور العجينه ونقسمها. انا قسمت العجينه زي ما انتم شايفين وكورتها، شوفوا ما احلاها كيف فرجتكم اياها، لا هي جامده ولا هي مرقه. وهلا بنكورها وبنتركها كمان ترتاح، وكل ما ارتاحت على فكره بتسهل علينا فردها، طول ما هي مش مرتاحه بتغلبنا بالفرد. شوفوا لانها مرتاحه العجينه بنحط ايدنا بتفرد، وين ما بنقولها افردي بتفرد. واذا كمان هلا اتركوها هيك كمان دقيقتين وهي مفروده وارجعوا لها افردوها ترد بتفرد اسهل واكثر. شايفين العجينه ما احلاها بتشهي. دائما العجينه بتساعدنا لما ترتاح ولما تكون خمران كتير منيح. هذا صحن فيه سمنه دايبه، انا بدي اسير احط بين كل طبقه وطبقه شويه سمنه. استعملوا سمنه طعمتها زاكيه حيوانيه مش نباتيه، أفيد لصحتكم وأزكر الطعم، ما تكونش كلها منكهات. شايفين كيف السمنة دافية الدفى بساعد العجينة كمان تفرد. ما تخلوها كتير رقيقة عشان ما تمزع معكم لما نحشيها كتير جبنة. المهم يكون عندكم كل الأطراف متساوية بالسماكة. هلأ شايفين عن الجبنة، الجبنة خليط الجبنة والسمنة والبقدونس، بنحط زي ما انتو شايفين هون بالنص، وأهم شي ما نخلي شقفة كبيرة عشان ما تمزع معنا العجينة. بنعمل أول طبقة، مش رح أشرح كتير لأنه المنظر شارح حاله. بنحط سمنة ومرد بنحط جبنة، شايفين ما أحلاها. الجبنة لازم تكون مش كتير كبيرة ومش كتير ناعمة عشان تبين. مرد بنعمل كمان تانية وبنحط سمنة بإيدنا هيك زي ما أنتوا شايفين. ما تخافوا السمنة ما رح تشوفوها ولا رح تحسوا فيها، بس رح تعطيكم إفكت وطعمة وطبقات غير شكل. مرد بنحط كمان طبقة جبنة زي ما انتم شايفين، انا كل ما بلاقي شقفة كبيرة بقسمها. مرد بنعمل كمان طبقة هون، وهي جبنة راحت بنرجعها، شايفين ما احلاها العجينة بتشهي. مرد بنحط كمان طبقة جبنة، ما تخافوا الجبنة ما راح تطلع كثير، احنا ما بدنا ناكل خبزة. وبرضه برجع لكم هذا اشي ذوق خاص، بتحبوا جبنة كثيرة جبنة قليلة، انا بعملكم زي ما انا بعملها، نتفة سمنة زي ما انتو شايفين. ما تخافوا من ايديكم، كل شيء بنحط بلزق بايديكم بلزق بالعجينة، ما تخافوش. يعني هاي عندنا اول حبة العط بتشهي، هاي كمان واحدة على السريع عشان الوهود ما شفت يشوف، واللي راح علي يعني رجعت عملته. شايفين نفرد عجينة جبنة، كمان طبقة سمنة جبنة، نفرد كمان طبقة سمنة جبنة، كمان طبقة سمنة جبنة، والطبقة الأخيرة. نترك الطبقات اللي عملناهن أو الحبات يرتاحوا كمان 10 دقايق عشان يساعدونا بالفرد في الصواني. إذا عملناهن دغري على السريع ما بيفردوا معنا بصيروا مزه، عشان هيك تركوهن 10 دقايق أو تبدوا بأول واحدة عملتوها لما تكونوا خلصتوا كل اللي عملتوه. بتحطوها بالفرن، بالفرن لازم تحطوها بالقاع أقرب إشي على النار، ما بنحطها بالنص مش زاكب وخربانة بتطلع ناشفة، بنحطها أقرب شيء على النار. وبس نبدأ نشوف طرفها بتحمر نرفعها على الشواية، منظرها خيالي، الطبقات بتطلع خيالية. أسهل شيء ممكن تعملوه في العالم، وبتقدروا تعملوا كل هاي الطبقات اللي عملت لكم إياها قبل بيوم تخزوها تاني يوم. أكلة ولا أروع، بتشهي طبقات الزبدة السمنة، تقدر تستعملوا الزبدة تطلع فيها بتشهي كمان غير شكل. فطور مع كاسة شاي ولا أروع. هيك وصفتنا بتكون خلصت، مطبق الجبنة النابلسية ألف ألف. هيك وصفتنا بتكون خلصت، أنا بتشكركم عصام منير، بشوفكم فيديو جديد.